بيتكلموا ان 100% 100% من الفلسطينيين اللي مقيمين في غزة يتعرضون الان لخطر المجاعة. لم تعد الازمة هي ازمة قتل او نزوح، لان 90% منهم سابوا بيوتهم وبيوتهم اتدمرت. انتم تتحدثون الان عن مجاعة تواجه اكتر من 2 مليون بني ادم. انتم متخيلين يعني ايه 2 مليون يواجههم مجاعة، وان انت داخل على فصل شتاء وهذه المجاعة يعني لا اكل ولا شرب ولا كهرباء ولا ادوية. انتم بتتكلمهم على كارثة انسانية بكل ابعاد المعنى لهذه الكلمة. على الهاتف الدكتور ايمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور ايمن مساء الخير يا فندم. مساء الخير اخي محمد، تحياتي لك ولكل السادات والسادة المشاهدين المتابعين الكرام. اهلا بيك. انا اتحدث معك في ظل زيارة للرئيس الفلسطيني ابو مازن الى القاهرة وقمة ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحركات للجانب الامريكي في الوطن العربي وزيارات مختلفة، تركيا، الاردن، قطر والسعودية، يعني تحركات للسياسة الخارجية الامريكية. انتوني بلينكين موجود في المنطقة، وايضا تحركات عربية وتصريحات عربية واستمرار في محاولة الدفع نحو التهدئة. رؤيتك ايه لهذه التطورات، ورؤيتك ايه للوضع الحالي داخل غزة؟ بداية مرة اخرى تحيت لك محمد. يعني اولا هذه الزيارة جاءت بناء على دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنسيق المواقف بصراع قبل زيارة بلينكين الثالثة او الرابعة للمنطقة، وضرورة ان يتم هناك طبعا تجسيد مواقف لتتحدى بصراحة اصرار الامريكان على عدم مضي حد لهذه الحرب المسرورة على شعبنا الفلسطيني. خلال الأيام الماضية شاهدنا الأمريكان يتحدثون عن حوكمة السلطة، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تنسيق مواقف، لأن الحوكمة هي التعيين والتكليف. لأن هذا يأتي أيضا هناك مبادرة مصرية تتحدث عن مراحل تهدئة تصل في نهاية وضع رؤية سياسية وانتخابات أو تشكيل حكومة قرارات تفضي إلى انتخابات فلسطين. يمكن المؤتمر الصحفي كان واضح الحديث عن ضرورة هي عملية السلام ووضع حد لهذه الحرب التي تدمر كل شيء في غزة، بعد أن دمر تقريبا 80% من قطاع غزة بشكل كامل. ما بقى هو يعني أطلال لقطاع غزة بشكل أساسي. كما نتابع أيضا استشهاد 23,000 فلسطيني حتى الآن من قطاع غزة، وكما أشرت هناك في الضفة الغربية لم تكف عملية القتل والاعتقالات بشكل متواصل. يعني هناك زيارة بلينكين مهمة جدا للمنطقة، نتمنى أن تفضي إلى وقف النار، رغم أنه واضح من زيارة بلينكين لأن محطات مثل قبرص واليونان وتركيا تعني أن هناك ملف الغاز حاضر في هذه الدولة، لأن أيضا نعرف أن أزمة الغاز اللي تعاني منها أوروبا خاصة بعد أن ضرب الروس محطات للغاز في أوكرانيا. ولكن نحن ما يهمنا هو أن يكون هذا الحراك يقضي لوقف الحرب المسرورة شعبنا الفلسطيني. طيب بعد إذنك يا دكتور أيمن خليني أقف هنا وأسألك على تحركات بلينكين، لأنه بالتأكيد الملف المطروح الآن هي عملية التهجير الطوعي إلى دول أخرى في المنطقة وبحث عن بديل لمصر. هم عارفين أن مصر لن تقبل على الإطلاق، ولكن لو تلاحظ أن اللفة بتاعت بلينكين على دول يعني مجاورة للحدود أو عبر البحر الأبيض المتوسط، هل تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لمساعدة إسرائيل في ملف ومحاولات المخابرات الإسرائيلية للتهجير الطوعي لبعض الأسر الفلسطينية؟ صراحة رغم بيان الأمريكي اللي تحدث عن رفضه لفكرة التهجير، وكذلك البيان البريطاني والفرنسي، لأن هذا غير مستبعد بصراحة، لأن كما شرط ملف الغاز وارد، وأيضا ملف الممر المائي اللي تحدث عنه بين قبرص وغزة وارد بشكل عام، خاصة عدم وضوح ما هدف الممر المائي، هل نقل مساعدات غذائية، هل السماح بنقل سكان فلسطين سكان قطاع غزة للخارج، كل هذا وارد بصراحة. لكن الأمريكان حتى الآن موقفهم واضح ضد تهجير قطاع غزة، لكن بالعادة الأمريكان يفعلون ما لا يقولوه، وبالتالي وارد أن تكون طبعا من ضمن هذه الجولة هو فكرة مساعدة الاحتلال على تنفيذ خطة التهجير الطوعية لسكان قطاع غزة، بعد أن رفضت مصر بشكل واضح فكرة التهجير الطوعي والقصر، لأن هذا قالت في حينه وأكد عليه الجانب الفلسطيني هو إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل، و
مصر تدرك ان لو تم هذا في غزه فهذا سيتم في الضفه الغربيه والقدس، وبالتالي انهاء المشروع الوطني الفلسطيني باكمله. ومصر تصدت بشكل اساسي لهذه الفكره، وطبعا بجانب صمود الشعب الفلسطيني واصراره على رفض هذا المشروع، ولكن هذا لم يجعل الاحتلال ولا اعوانه ان يقفوا بصراحه موقف واضح بانهم سيمنعوا فكره او تشجيع عمليه الهجره الطوعيه او القصريه للشعب الفلسطيني. لذلك كل شيء وارد في ان يكون هذا في حسابات الامريكان وبلينكن طبعا بالتحديد، الذي يعتبر طبعا اداه مهمه جدا للاحتلال في تنفيذ مهامه في المنطقه. نتمنى ان لا يورط الامريكان في ذلك، وشعبنا الفلسطيني اخي محمد ودع عنا رغم كل الظروف القاسيه التي يعاني منها فيرفض الهجره الطوعيه، ومن سيترك ان سنحت له الفرصه هربا من الموت لن يمثل 10% من سكان قطاع غزه، وهذا شيء طبيعي طبيعه بشريه، لكن الاغلبيه مصر رغم كل هذا الالم ان تستمر على الارض. ولدينا تجارب مر بها قطاع غزه منذ عام في 56 و73 عفوا و67، كل هذه المراحل مر بها وظل صامدا رافضا لكل عمليات الهجره، خاصه ان جل سكان قطاع غزه عانى اجدادهم طبعا من عمليه الهجره وهم لا يريدوا ان يكرروا هذا المشهد. طيب كويس دكتور ايمن، خلينا ننتقل بك الى اليوم التالي. الان اسرائيل والمشكله الواضحه اللي بدات ان هي تحركها بشكل كبير هي انا لا اريد ممثلا للسلطه الفلسطينيه الحاليه ولا اريد احد من حماس ولا من الفصائل الفلسطينيه. هي اسرائيل بتدور على مين لاداره قطاع غزه؟ يعني الاحتلال باهم بصراحه في هذا الامر، تفضل الاحتلال يوم نتحدث احنا عن 94 يوم ولم يحقق شيء مما يريده في قطاع غزه، حتى جون كيربي تحدث بشكل واضح ان فكره انهاء حماس امر مستحيل، ولكن تقييد قوته هو وارد، وبالتالي فكره القضاء على حماس امر لن يكون سهل بشكل لا تقع. نتنياهو يقول نحن سننشئ قوه مدنيه في قطاع غزه تتولى مسؤولية إدارة غزة، ولا أعرف كيف سيؤهل نتنياهو بصراحة، لأن الأمر ليس طواعية، ليس قطاع غزة ليس طواعية في يد نتنياهو. تحدث عن العشائر، غزة لا يوجد بها عشائر، غزة ليست طبعا تركيبتها السكانية 30% من سكانها مواطنين و70% لاجئين، فكرة العشائر غير موجودة بشكل أساسي. الأمر الثاني أن بعد عدة أيام من طرح فكرة نتنياهو رأينا جالنت يطرح خطة أخرى، يتحدثون عن أكاديميين وعشائر وقوة مدنية ناعمة، هذا الأمر غير وارد. بالعكس الشعب الفلسطيني والقوة الفلسطينية ردت عليهم مباشرة قبل ذلك وبدأت بتشكيل لجان، فهي لدينا بعض الفراغ الأمني الآن في قطاع غزة، نتج ولذلك بدأ عملية تشكيل لجان من كل الفصائل والقوة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني، بدأت في المناطق المكتظة بالسكان رفح وخان يونس ودير البلح، وستمتد لاحقا الى كل الاماكن. صحيح لدينا بصراحه لا اخفي عليك لدينا بعض الفراغ الامني بدا يحدث في بعض المناطق في قطاع غزه خاصه في نظام العمل الشرطي، وفكره وجود قوه فلسطينيه الان من كل الفصائل هو قطع الطريق على الاحتلال ومخطط الاحتلال لتفعيل رؤيته في احداث فراغ امني ينتج عن ذلك حاجه السكان لوجود اي قوه تتولى ترتيبات الامنيه من ناحيه عشائريه، كما يقول عندنا في العاب العرب الحق العرب يصبح هو السائد والقانون العربي. هذا الامر صعب بصراحه لان كما شرنا التركيبه السكانيه، وبالفعل الفصائل القوى الفلسطينيه بشكل عام بدانا منذ عده ايام بصراحه في قطع الطريق على نتنياهو، وبدانا تشكيل لجان في كل مناطق قطاع غزه، والامر في البدايه تخن محمد، ولكن اعتقد سننجح لان حتى الان نجد ايجابيات، ونتمنى حتى من المنظمه الدوليه التعاون مع لجاننا بشكل مباشر في توزيع الغذاء وطبعا وكل المساعدات التي يحتاجها طبعا قطاع غزه، طبعا منعا لفوضى كانت ظهرت ملامحها، اعتقد بدانا بالقضاء عليه الحمد لله. الحمد لله. دكتور ايمن رقب استاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.